أعزائي الطلاب، منهجية 6 سيجما هي أفضل منهجية حاليا في الجودة وتخطط إدارة الجودة الشاملة. وهنعرض في هذا الموضوع الخلفية التاريخية، مكوناتها، التصميم من أجل 6 سيجما، الفرق بين 6 سيجما والتصميم من أجل 6 سيجما، ثم الموارد البشرية المسؤولة عن إدارة منهجية 6 سيجما، وكيف تعمل هذه المنهجية. في الخلفية التاريخية اللي اتوضعت لهذه المنهجية، كانت مع العالم كارل جوس سنة 1777-1855، عالم الإحصاء اللي وضع منهجية التوزيع الطبيعي، وكمل على هذه الإضافات والتر شيورت العالم الأمريكي في سنة 1920، لما قال أن هناك 3 سيجما من المتوسط هي النقطة الأساسية التي طلب عندها تصحيح العملية. وكل زملائنا في الإحصاء عرفوا ال3 سيجما دي من زمان، إن 1 سيجما يعني 1 انحراف معياري، معناها أو تساوي درجة ثقة قدرها 68% تقريبا، و2 سيجما أي 2 انحراف معياري تساوي 97.73% تقريبا فترة ثقة أو معامل ثقة، و3 سيجما أي 3 انحراف معياري تقابل معامل ثقة قدره 99.73% تقريبا. وده بيوضح الشريحة دي، توضح منهجية 6 سيجما ومدى التحسين الذي حدث على الإنتاج لكل 1,000,000 وحدة منتجة. ونجد إن 1 سيجما 68% اللي قلنا عليها يقابلها 690,000 وحدة معيبة لكل 1,000,000 وحدة منتجة. آخر حاجة اللي هي 6 سيجما اللي هي 99.5 أو 6 تسعات يقابلها 3.4 وحدة معيبة فقط لكل 1,000,000 وحدة منتجة. وطبعا بنوضح هنا في الشريحة دي المفهوم المتعارف عليه لبعض المنهجيات المقابلة لمنهجية أو المتفرعة من منهجية 6 سيجما لانضباط والبيانات والمنهج والأسلوب والتحسين المستمر والعمليات والجودة والإنتاجية. طبعا اللي ابتكر ابتكر منهجية 6 سيجما هو شركة موتورولا في وسط الثمانينيات، بالتلاتة القادة اللي كانوا فيها ساعتها وقتها بوب جيلفن وجاك ويلش وبيل سميث، وقالوا ان 6 سيجما دي هي افضل منهجية في الجودة على الاطلاق، ووفرت وقتها ما يزيد على 16 مليار دولار نتيجة تنفيذ هذه. مكونات منهجية 6 سيجما، يا اما ان احنا بنقول منهجيتين، الدي مايك اللي هي ديفاين ميجر انالايز امبروف كنترول، اللي هي اكرونيم اوف دي مايك اللي هو اللفظ الاوليه اوف ميجر ديفاين، اسف، ديفاين ميجر انالايز امبروف كنترول اللي هي دي مايك اللفظ الاوليه، او اللي هي بيقولوا عليها المختصرات. والمنهجيه الثانيه اللي هي التصميم من اجل 6 سيجما اللي هو ديزاين فور 6 سيجما دي اف دبل اس، وساعات كمان بيقولوا عليها ديميتيف لان هم بيستبدلوا خطوه بخطوه، في بدل المنهجيه الاولى دي مايك تبقى اسمها ديميتيف. هناخد اول منهجيه اللي هي دي مايك، وفيها طبعا اول حاجه التحديد والقياس والتحليل والتحسين والرقابه، والشكل اللي قدامنا ده بيوضح استمراريه عمليه منهجيه 6 سيجما من خلال الديمايك. هتعرض في مراحل المنهجيه الاصليه اللي هي مراحل الديمايك لكل مرحله فيها عده عناصر. هناخد المرحله اللي هي الديفاين مضمونها، هنشوف مضمونها ونشرح مضمونها، واللي هي نقطة الانطلاق فيها هو العميل أو العملاء ومشكلاتهم عشان نحلها لكم، لأن هم اللي بيحددوا الخصائص الرئيسية للنقطة. تاني حاجة في الديفاين الغرض من المرحلة دي، وده واضح قدامنا دلوقتي، مثال للأهداف التي تختلف بحسب المستوى الإداري
في اهداف على مستوى الاداره العليا، اهداف الاداره الوسطى، اهداف على مستوى المشروع اللي هو مشروع، يعني مشروع ستة سيجما، مشروع منهجي ستة سيجما ومشروع المنشاه. ثم النقطه اللي بعد كده، اسئله تساعد على انجاز هذه المرحله بنجاح. ما هي المشكله التي يجب التركيز عليها؟ اهميه مشروع ستة سيجما. واخر حاجه او اللي قبل اخر حاجه، مخرجات هذه المرحله، تعريف جيد للمشكله وتصور لكيفيه الحل، قائمة بالعمال المتطوعين. وآخر حاجة بقى هنا، الأدوات اللي يستخدمها المطبق لمنهجية ستة سيجما في المنشأة، وهي بروجكت شارتر، فويس أوف كاستمر، إلى آخره إلى آخره. يعني هذه العناصر الخمسة أو الستة هي اللي بتحدد أو هي اللي بتشرح كيفية تطبيق كل خطوة. التانية القياس، ولها مضمون ولها غرض منها ولها أسئلة تساعد على إنجاز، ومخرجات هذه المرحلة والأدوات التي يمكن استعمالها. يعني أنا بدي لك أيها الطالب، عزيز الطالب المحترم، بدي لك كيفية التطبيق الفعلي لمنهجية ستة سيجما في المنشأة بكل أدواتها، بكل أهدافها، بكل خصائصها، مرحلة من المراحل. المرحلة الثالثة التحليل، ولها غرض من هذه المرحلة أيضا. ثم موضوعات وأسئلة عديدة يجب التطرق لها في هذه الخطوة، ثم مخرجات هذه المرحلة، أخيرا الأدوات اللي بيستخدمها الإحصائي في حل المشكلات عن طريق منهجية ستة سيجما. المرحلة الرابعة التحسين، والحقيقة المرحلة دي مهمة جدا، لأن هي اللي بتكشف عن الثغرات التي حدثت من قبل والمشكلات، وبالتالي بنقدر نحسن، ومضمون ولها غرض منها وموضوعات وأسئلة عديدة يجب التطرق لها في هذه ودور الإدارة العليا في الدعم للمشروع، ومخرجات هذه المرحلة، والأدوات اللي بيستخدمها الإحصائي أو محسن أو أخصائي منهجية سيجما. المرحلة الخامسة والأخيرة في منهجية الدمايك، وهي المرحلة دي لها صفة الاستمرارية ولها مضمون معين، وهناك غرض وموضوعات وأسئلة يجب التطرق إليها في هذه المرحلة أو المرحلة ومخرجاتها والأدوات التي يمكن استعمالها أيضا. وبعد كده، بعد ما عرضنا منهجية الدمايك بخطواتها المختلفة وتفاصيل كل خطوة الداخل حتى تكون قابلة للتطبيق، هنعرض وثيقة المشروع. وثيقة المشروع، مشروع إيه؟ مشروع تطبيق منهجية ستة سيجما في المنظمة. يعني أي كلمة مشروع هنا في هذا الفصل تدل على مشروع تطبيق منهجية ستة سيجما في المنظمة، اللي هي المنظمة القائمة في دنيا الأعمال، منظمة صناعية أو منظمة خدمية. وهعرض مضمون وثيقة المشروع، هي وثيقة أو صك المشروع، ومن أهم خطوات اللي تساعد على نجاح المشروعات في ستة سيجما هي هذه الوثيقة، وهي بمثابة عقد بين فريق العمل والإدارة العليا، فريق العمل اللي هو القائم بتطبيق منهج ستة سيجما والإدارة العليا في المنظمة. تشمل الوثيقة دي عدة نقاط واضحة قدامنا يا شباب أهو. ثم خطوات لعمل وثيقة المشروع. نيجي بقى المنهجية التانية من منهجية ستة سيجما، وبصراحة اللي قدمها شركة جنرال إلكتريك في أوائل التسعينيات، حيث المنهجية الأصلية اللي هي الدمايك بدأت في وسط الثمانينيات، ولكن هذه المنهجية تخطت خطوة أبعد من حل المشكلات. يعني المنهجية الأولانية الدمايك كانت بتحل المشكلات، دي تعدت هذه المرحلة وبدأت في مرحلة التصميم للمنتجات وتصميم الآلات اللازمة لمعايير ستة سيجما. يعني أضافت مرحلة التصميم، يعني هي مرحلة استباقية، أو بمعنى أصح هي مرحلة مبادرة أفضل من ستة سيجما، وسموها ديزاين فور سيكس سيجما عن طريق شركة جنرال إلكتريك. وفيها عبارة عن الديميتيف اللي هي بتبدأ ب ديفاين أيضا، ثم ميجر، ثم أنالايز، ثم نيجي بقى التصميم الديزاين، ثم اخر خطوه بقى اللي هي فيريفاي او فاليديت، اللي هي التحقق او الصلاحيه، ودي مكتوبه ومشروعه.
خطوة، يعني الأربع خطوات اللي فاتوا الأولانيين زي بعض، أو آسف الثلاث خطوات، ثم آخر خطوتين التصميم والتحقق اللي هم جداد في هذه المرحلة، آسف في هذه المنهجية. الفرق بين 6 سيجما والتصميم من أجل 6 سيجما، ده جدول جميل هو بيوضح الفروق بينهم. ربما هذا الجدول ما يكونش واضح في الكتاب اللي معاكم، ولكن موضوع هنا بصورة فعالة، ودي حقيقة النقطة دي من الموضوعات اللي هي مهمة جدا، لأن بتوضح الفرق بين منهجيتين. ويعني أي أخصائي تطوير إداري أو تطوير تنظيمي يسعى لتحسين الجودة يختار فيما بين هذه المنهجية اللي هي 6 سيجما العادية والتصميم من أجل 6 سيجما. وواضح طبعا عندنا هنا الفروق الجوهرية بينهم. ويوضح هذا الشكل بقى اللي هو برودكت لايف سايكل، أو دورة حياة المنتج، المراحل المختلفة، يعني مدى تطبيق كل منهجية على هذه المراحل. نجد أن مرحلة البحوث والتصميم وجزء من التطوير دي بتتمثل في تركيز منهجية ديفاين اللي هي ديزاين فور 6 سيجما، اللي هي دي اف دبل اس، لأنها بتبقى في المراحل الأولى للمنتج. ثم المرحلتين الأخيرتين التطوير والإنتاج الفعلي اللي هو الماتيورنج أو النضج، بتستحوذ عليها منهجية الدمايك العادية اللي هي أثناء الإنتاج الفعلي. 6 سيجما لها مجموعة من الافتراضات. الافتراض الأول فهم الافتراضات، يعني الأسس اللي احنا هنبنيها واحنا بنطبق 6 سيجما أو نعتمد عليها. الفهم والإدراك الكامل للعاملين بالمنظمة للحقيقة القائلة أن الأرقام يمكن أن تعيد تمثيل خصائص والصفات الخاصة بالعملية. يعني الأرقام مهمة جدا جدا، الأرقام اللي هي الأرقام المشكلات التي تحدث في المنظمة. الثاني هو أنه أثناء تخفيض التغيرات في كل العمليات فإن الأداء لكل منظمة سوف يتحسن. ده ثاني حاجة من النقط المهمة جدا في هذا الفصل يا حضرات، اللي هو منهجية 6 سيجما. الموارد البشرية المسؤولة عن إدارة منهجية 6 سيجما، مين اللي بيدير منهج 6 سيجما، أو مين اللي بيدير منهجية 6 سيجما أو مشروع 6 سيجما للتحسين؟ أول حاجة لجنة القيادة، ثم القادة، ثم حملة الأحزمة الصفراء، ثم حملة الأحزمة السوداء، ثم حملة الأحزمة الخضراء، ثم خبراء الأحزمة السوداء. لجنة القيادة زي ما قدامنا مسؤولة عن تحديد المشروعات إلى مشروع 6 سيجما وتحسين الجودة عن طريق 6 سيجما، وتحديد حملة الأحزمة السوداء إلى آخره. القادة مسؤولون بالإدارة العليا وبيزودوا عملية التحسين بالمساندة وبالموارد المختلفة والمطلوبة. ثم حملة الأحزمة الصفراء المستوى الأدنى في منهجية 6 سيجما، وهو الأساس الذي يستلزم وجود بعض المعارف الأساسية لدى العاملين عن أدوات التحليل الإحصائي من أجل خلق الجو المناسب لتنفيذ وإنجاز برنامج 6 سيجما. ثم بعد كده حملة الأحزمة السوداء، ودول بقى اللي هما بلاك بيلت، قادة الفريق وخبراء في تدريب الأفراد بصورة شاملة في كل أساليب التحليل وتمحور تدريبهم حول مشروع 6 سيجما. ايضا حملة الاحزمة الخضراء زي بالظبط حملة الاحزمة السوداء، ولكن هنا الوظيفة لا تستغرق الوقت بالكامل، يعني مش فول تايم. حملة الاحزمة السوداء فول تايم، يعني دول متخصصين في 6 سيجما من اول اليوم ما يدخلوا المنشأة شغالين في منهجية 6 سيجما. انما الاحزمة الخضراء دول ممكن يكونوا بعض الموظفين في اماكن اخرى في المنشأة، ويلتحقوا شوية كام ساعة كده يروحوا مشروع 6 سيجما ويرجعوا تاني إدارتهم الأساسية. أما خبراء الأحزمة السوداء، ودي آخر حاجة خالص في الحتة دي، فهم دول أهم لفظي فيهم، هم الأساتذة أولا وأخيرا، حيث هم بيراجعوا ويراقبوا ويرشدوا حملة الأحزمة السوداء، ومعيار اختيارهم إن هم عندهم مهارات كمية، وهي وظيفة تستغرق الوقت بالكامل، يعني دول متفرغين لمنهجية 6 سيجما بصفة عامة. ثم آخر حاجة، كيف تعمل منهجية 6 سيجما؟ في مجموعة من الخطوات اللي هي بجانب بروجكت شارتر اللي هي وثيقة المشروع، برضو ازاي. شكرا.